عندنا 20 فخذ دجاج سفلي من دجاج الطاحونة، ملعقة ثوم بودرة، ملعقة بصل بودرة، ملعقة بابريكا مدخنة، ربع كوب من زيت جولدن كورن، ملح وفلفل. أما بالنسبة للبطاطا، بدنا كيلو بطاطا صغير مسلوق، ربع كوب من الزيت، وملعقة من الزعتر، ونفس مقادير بهارات الدجاج، شوية ملح وشوية من الفلفل. هاي عندي هون بطاطا مسلوقة زي ما انتم شايفين، تقريبا ثلثين سلقة، وعندي درام ستيك أو فخذ دجاج سفلي. ففينا نستخدم صدر، نستخدم فخذ كامل، دجاجة كاملة، نصف دجاجة، القرار قراركم. شو بدنا نسوي الآن؟ رايح أضيف البصل البودرة يا سمير، تمام، ورايحين نضيف الثوم البودرة، أها، بعدين رايحين نضيف الزعتر. ضيف يا سيدي ضيف. هاي البابريكا المدخنة، هاي الملح يا أبو سمرة، وهاي الفلفل، وبنختمها بزيت جولدن كورن. حاضر يا معلمي، بحبوا مالح الأكل الشباب. حاضر حاضر يا أستاذ عبد الله، إن شاء الله راح أعمل لك يا بدون ملح. لا حرام صح، حرام. وهي ملح يا حبيبي، يلا شو بنسوي؟ تخلط كله فرن إلبا من دادا جروب، تمام، أبو سوارة، بيكون شغال على حرارة 180، شغال قبل نص ساعة سمير انتبه، أوكي. ومن ثم شو بنسوي؟ بنحطها الدجاج مدة ساعة وربع مع البطاطا، وبيطلع لنا دجاج إشي يأخذ العقل، تمام. ها